وهلا بناخذ اخر اتصال. بونجور شو فونتان. بونجورين. معك مدام مها. ذكرتني؟ ايه كيفك مدام مها؟ كيف صحتك؟ كتر خير الله شيف. هديك المرة اعطيتني وصفة الفوارير وكانت كتير طيبة. ولا كل الناس عم بيحبوها. اليوم بدي منك وصفة سبيسيال لفالنتين. ان شاء الله كل ايامك حب. انا حختار لك شيء كتير هوين وبحبه جوزك، وبالوقت ذاته هو كتير مميز لانه شكله بيعطي قيمة الحب يلي المرأة بتبادل فيها جوزها، وهي على الشكل التالي يلي هي قطايف عصافيري بقلولة يلي زهر الليمون يلي زهر الحب يلي هو بيعطي كل انسان الثمرة الحلوة. فينا نساوي قطايف. اول شيء بتجيبي لتعملي العجينة بدك كبايتين طحين عادي، بتحطي معهم 3 ملاعق كبار طحين فرخة، شو 6-7 حبات حامض الليمون، وبصيري وخميري ملعقتين صغار، بصيري تحركيهم شوي شوي مع شوية مي فاترة، تتركيهم يرتاحوا ساعة، بهالرياحة ساعة فيك تتصلي بجوزك تقولي له اليوم أنا ناطرتك عشية، تعال شوف شو في عندي شي طيب وحلو. بهالوقت بتشتري نص كيلو قشطة، بتحطي مقلاية على النار تلمعيها بشوية زيت، بتشيلي من العجينة القطايف بصير تحطي بالمقلية. عم هون لك اياها يعني كل بيت في مقلية اكيد، بس اوعى تضربي فيها جوزك هيدي الحب هيدي. بتحطي شوي شوي بيطلعوا بشكل مدور دغري، بتشيليهم بيطلعوا معك بتحطيهم ليبردوا. بس يبردوا بتسكريها نص تسكيرة وبتحشيها بالقشطة وبتحطيها بتصفيها على الجات، بتجيبي زهر الليمون هاللون الحلو اللي يعني بيعطي لون الحمار الحلو ويلي بتدل عم فعلا على الحب الحقيقي لانه بيعطي النضارة بالحمار الموجود فيها. بتحطي على كل حبة هو مصفوفين بالجات حبتين ثلاثة من زهر الليمون الاحمر، بتحطيهم بصيروا مثل قطايف عصافيري، بتعملي على جنب قطر. اكيد انا بعرف انه انت كتير حلوة وكتير بتحبي جوزك وكتير بك تحليه بهودي، بس اذا ما بتعملي له قطر مش هيحبهم كتير. بتحطيهم حد قطايف عصافيري وعلى طول الحب يتجدد مع الفالنتين. وعلى طول كنا مع بيروت بلاس، من حييكم والشيف أنطوان كان معكم.